بأولى فقرتنا الصباحية رح نروح لنحكي عن موضوع جدا مهم وبخص طلاب الثانوي. أيام وبتتصدر المفاضلة الجامعية، وبتنزل العلامات القبول. هون الطالب بروح بحيرة، شو بده يسجل؟ هل هي علاماته بتسمح له يسجل الميول اللي هو حابه، الاختصاص اللي هو بميل لإله؟ ممكن الأهل يكون عندهم إلهم رغبة أخرى، طالب إله رغبة أخرى، ولكن اليوم العلامات هي بتكون الحد الفاصل بتحديد هذا الاختصاص. اليوم رح نضوي على هذا الموضوع، نعرف شو هو مقياس الأنسب لاختيار الطالب للفرع اللي ممكن ينجح فيه بحياته. أسئلة كتير حتجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم، وهي الأستاذة هناء الأزهري، وهي اختصاص اجتماعي تربوي. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. صباح أهلا النور فيك. يعني موضوع كتير مهم، وغالبا ما بيتدخلوا فيه يمكن الأهل، أو بيفرضوا آراء، أو أحيانا يمكن قرارات ممكن يفرضوا، أو يمكن حتى الجيران بيتدخلوا أحيانا أو الأقارب بهذا الموضوع. خلينا تماما نحكي بالبداية، إيمت بيحدد اليوم هذا الطالب رغبته لهذا الشيء؟ هلأ أول شيء نحن بدنا نراعي ميول هذا الطالب أو هذا الشاب اللي مقبل على حياة جديدة، أنهى حياة المدرسة وحياة الروتين ومقبل على حياة جديدة اللي هي الحياة الجامعية. فأول شيء نحن بدنا نكون عرفانين مسبقا شو ميول ابننا، شو الرغبات اللي هي عنده، شو الأشياء اللي بحبها، وكمان بناء مثل ما تفضلتوا حضراتكم على العلامات اللي رح تطلع له. يعني هلأ بوقتنا الحالي في كتير اختصاصات مهمة وفاعلة بالحياة أكثر من الطب والهندسة. زمان كان دكتور أو مهندس، دكتور أو مهندس، حسب العائلة. تمام، حسب العائلة، عائلة دكاترة أو عائلة مهندسين. أما الآن ففي كتير فروع مهمة صارت توازي أو أهم من كليات الطب والهندسة. المجال المعلوماتية كتير واسع وكتير مهم، وهو مثل ما بنحكي إنه هو لغة العصر. فحسب ميول، ويعني أكثر الشباب هاي الأيام تلاقيهن ميالين للكمبيوتر، ميالين للجوالات، ميالين للتكنولوجيا، فممكن تفتح آفاق كتير كبيرة أمام الطالب. أهم شيء الطالب هو يحب الاختصاص اللي بده يفوت فيه، يكون في عنده رغبة، ما يكون مفروض عليه، ما يكون يعني هواء بعيد ابدا عن هذا الاختصاص، يكون تلبيه لرغبه الاخرين. تمام. طيب هون استاذي هناء، مثل ما قلتي اليوم انه العلامات هي اللي بتحدد، احيانا الطالب يعني ما بيتوفق بالمعدل الجامعي لحتى ينتقي الرغبه اللي هو حاببها، هون بيكون في دور الاهل بالانتقاء. يعني ممكن ياثر هذا الشيء على مستقبله انه اوكي يرضيهم ويفوت الاختصاص الاهل حاببينه، بس ولكن بجوز يفشل هو. هون نحن كيف مفروض الأهل يراعوا هاي القصة عند الطالب؟ هلا نحن دائما بنحاول نحسس الطالب، لأنه هو الطالب اللي مخلص بكالوريا ومقبل على الحياة الجامعية، هو مرحلة المراهقة اللي هي أصعب المراحل. فنحن بدنا نراعي رغبات الطالب، وبدنا نراعي تقديم النصيحة له، وأنه يكون يمشي بالطريق المناسب. فنحن نحاول ما نفرض عليه، لأنه المراهق بهذا العمر الأنا عنده كتير عالية، فنحن بدنا نحاول نشبع له هاي الأنا. تمام، يعني هو حابب أنه خلص صار شاف حاله أنه صار شاب، شاف حاله أنه صار رجال، صاحب قرار، أو صارت لازم يكون صاحب قرار، صاحب كذا. طبعا هذا التأسيس من البداية، نحن ما بدنا نيجي نتفاجأ بردات الفعل، بده يكون التأسيس منذ الطفولة. لكن بهاي المرحلة لازم نحن نشبع له رغبة الأنا اللي عنده، اللي أنا بدي أختار، أنا بدي مستقبلي، أنا بدي أساوي. فنحن نقدم له عدة خيارات من الخيارات اللي نحن حابين له إياها. يعني بدك كذا وكذا أو كذا، وأنت اختار، هذا ميزاته كذا، هذا الفرع ميزاته كذا، هذا الفرع ميزاته كذا. اليوم سوق العمل عم يطلب يعني كتير. تمام، يعني كتير اختصاصات عم تلاقي كتير قبول بسوق العمل، يعني اختصاصات مرات بتحسيها كتير بسيطة، بس لما تفوت على سوق العمل منتجة كمان اقتصادية. تمام، يعني اليوم الإنسان صار يطمح للاختصاصات اللي بتنتج يعني ماديا. طبعا ايه، ففي كتير اختصاصات يعني بتلاقيها عم تنتج ماديا وعم تنتج قيمة معنوية للإنسان. فنحن نحاول نعطيه عدة خيارات لهذا الطالب لحتى هو يحس حاله صاحب قرار بمستقبله.
طيب برأيك اليوم هل الطالب لازم من مرحلة البكالوريا، في طلاب بيقولوا أنا حابب هذه الفرع بتمح له بيشتغل على هذا الموضوع، ممكن يصير ممكن لا، وفي طلاب بيستنوا على هوا شو العلامات اللي بتطلع له ممكن أنا أسجل، لكن هل هدول الطلاب اليوم بفوتوا بمرحلة ضياع أو دوام اليوم أنا بستنى شو العلامات وبعدين بشوف الآراء والآراء الأهل آراء الجيران آراء الأقارب لحتى أشوف أي فرع أنسب؟ وفي منهم كتير بيفرضوا هذا الفرع مناسب هذا مو مناسب هذا ناجح هذا مو ناجح، حتى في أشخاص يعني ما بيكون عنده دراية كتير بهذا الموضوع لكن بتحب أنها تعطي رأيها. تمام، هي هاي فترة من ظهور العلامات لنزول المفاضلة، فبتكون حيرة كتير، ووقت تنزل المفاضلة كمان بكون في حيرة كتير، يعني عم يحتار الطالب بين علاماته وبين رغباته، يعني ممكن الرغبة اللي هو حاببها ما تطلع له بالعلامات ما تناسب علاماته، فدائما يعني في ناس عندها تصميم على فرع معين، خلص أنا بدي هذا الفرع ما بدي غيره، وفي عندها إرادة وفي عندها قدرة إنه مثلا ترجع تعيد مثلا أو ترجع تقدم مرة تانية بكالوريا، هدلون تركيهن لطموحاتن. في طلاب يعني بده الفرع الفلاني بس ما طلع له، بس إنه ما إنه مستعد مثلا يرجع يعيد أو يرجع يدرس من أول وجديد بكالوريا ويقدم، فهذا بدنا نحاول نسدد ونقارب بين رغباته وبين الشيء اللي طلع له، يكون شيء قريب من رغباته يعني، ونحاول يعني نبحث نحن إنه هذا الفرع شو ميزات وشو شو آفاق العمل اللي ممكن تنفتح إلي إذا بتناسبني ما بتناسبني. فدائما يعني بالنهاية لازم يكون في قرار صحيح وفي قرار يعني قريب من قلب الطالب أكثر من فروع أخرى. كتير أستاذة هناء نشوف طلاب بيكون معدلهم ممتاز ورغباتهم كلها يعني مجابة مثل ما بيقولوا، هون بتصير الحيرة أكبر إنه أنا لشو بدي أروح، أنا اليوم بسجل ثلاث رغبات بجوز ثلاثة يعني أنا علاماتي بتحق لي، يعني هون شو المقياس الصح لأنا أقدر أختار الاختصاص اللي بيناسب، من كان بإمكانياتي إن كان ماديا إن كان بقدرتي على إكمال هذا الاختصاص؟ تمام، هلا في كثير طلاب بيطلع لهم علامات عاليه وبيطلع لهم طب، بس هن بحسوا حالهم مو هون، انا ماني بالطب، يعني ما عنده قدره على رؤيه المشاهد مثلا الدماء وهاي الامور، فهو يعني اذا بتحطيه بهذا المكان حتى لو علاماته اهلته فهو ما راح يكون مرتاح وما راح يكون مبدع بهذا المكان، فدائما نحن بنرجع للميول وللرغبه، يعني في ناس تلعب طابة بالشارع كانت وهي صغيرة وأخذتها هيك لعبة وبعد هيك صاروا من أشهر اللاعبين بالعالم، فنحن دائما نلحق، يعني لازم الأهل من طفولة أبنائهم يشوفوا شو الميول اللي عندهم شو الرغبات ويحاولوا ينموا عندهم هاي الرغبات. بالبلاد المتقدمة بيحاولوا يشوفوا رغبات الطفل عن طريق اللعب، هو لشو بيميل، بتلاقي بيمسك مثلا السماعة تبعون الدكتور بيفحص عنده ميول انه يكون الطبيب بالمستقبل او يشتغل بالمجال الطبي، فبينموا له هاي الهواية عنده. نحن دائما لازم نأسس للطفل نأسس له القاعدة الصحيحة لحتى هو يبني رغباته على هذا الأساس. طب اليوم إذا بدنا نروح لآخر حالة اللي هي ممكن الطالب ما يطلع له ولا فرع جامعة، يعني للأسف هدول الطلاب بهي المرحلة كيف ممكن يتصرفوا وأيضا كيف الأهل ممكن أنه يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ فعلا يعني الموضوع كتير صعب إنه الطالب ما يطلع له ولا فرع بالجامعة، فهو بتكون صدمة له يعني إنه درس وآخر شيء ما قدر يطلع إنه أي فرع بالجامعة. فنحن في عنا هلأ معاهد تقنية ومعاهد فيها اختصاصات كتير حلوة ممكن ينجح بأحد هدول المجالات. تمام، ممكن ينجح، يعني في معاهد تقنية، في فرع جديد صار له فاتح سنتين إعلام معهد تقني للإعلام كتير حلو، فروع كتير حلوة فيه، يعني إذا الواحد بده يشتغل باختصاص واحد من الاختصاصات اللي عم يعطوه إياها رح يطلع منتج ورح يطلع يعني يحقق دخل كبير بالمستقبل. في معاهد كتير، في معاهد طبية، في معاهد كتير، يعني ممكن تكون قريبة من الرغبة اللي كان حاببها الطالب، فيعني لا
لا ييأس الطالب، وأهم شيء يفوت ويحب المجال اللي هو بده يفوت فيه ويبدع فيه. يعني مثل ما حكيت أنا أنه على مجال كرة كان يلعبها الطفل بالشارع، فوقت حبها وعشقها ومارس فيها صار من أشهر نجوم العالم وحققت له قيمة ودخل عالي. فنحن دائما نحاول نحقق رغباتنا وأحلامنا ونحب الاختصاص اللي نحن بدنا نمشي فيه. تمام. هون بصير في مشكلة أستاذة هنا، إنه وقت اللي بيكون ما في ما بيطلع له فرع جامعة إنه بس معاهد، في طلاب كتير ما بترضى تروح تسجل، بتقلك أنا بدي أرجع للبكالوريا. هون بتروح فرصة من حياتهم، يعني كتير من الأهالي بيقولوا لهم، يعني بينصحون إنه لا سجل أي فرع بالمعهد، أوكي رجع عيد البكالوريا يعني، بس إنه مهم أمن إنه أنت سجلت بشي تاني. تمام. فقد اليوم مهم يعني الاستفادة من الشهادة الأولى للثانوية. تمام. هلا مثل ما حكيت انه اذا الطالب عنده قدره وعنده الحماس وعنده انه يقدم بكالوريا مره ثانيه ويرجع يكمل، يعني انا كثير بشوف طلاب يعني طلع لهم فروع كثير جيده بس انه خلص مركزين على فرع معين، فرجعوا عادوا ورجعوا جابوا المجموع اللي بدهم اياه ورجعوا دخلوا. فمثل ما تفضلتي حضرتك، مو غلط الطالب يسجل بمعهد مثلا، معهد يكون قريب لقلبه قريب لرغباته، واذا عنده القدره. ليش نحن عندنا هي النظره تبعت انه يعني انه معهد مو جامعه انه شيء مو منيح، يعني فهي نظرة مجتمع يعني. تمام. رغم انه المعاهد كثير يعني فيها اختصاصات، احيانا تكون البكالوريا علمي يعني. تمام. فبضل في عندنا هي النظرة يعني هي الثقافة انه لا انه انت لازم تفوت جامعة يعني معهد لا. تمام. هلا نحن يفضل يكون في مثلا مثل هاي القنوات التلفزيونيه انه يطلعوا مثلا يعملوا ندوه للطلاب، مثلا يجيبوا عده اختصاصات، كل واحد يحكي عن اختصاصه ان كان معهد وان كان جامعه، يحكوا ويشوفوا الطلاب انه يكون الطالب على اطلاع. حتى يكون احيانا الاهل. تمام. بيكون لهم دور بهذا الشيء، ممكن الطالب يكون قبل بالشيء اللي طلع له هاي النتيجة انه خلص انا رح ادرسها. احيانا الاهل بيأثروا لأعيب انه انت ما يطلع لك جامعة. تماما. ممكن يأثروا على مستقبله بهذا صح. الشيء ايه، فهو بكون ما عنده القدرة انه يرجع يقدم بكالوريا ويعيش ضغط الدراسة من اول وجديد، فالاهل بيجبروه ممكن يطلع علاماته اسوأ من السنة الماضية. فانا مشان هيك انا بركز على رغبة الطالب نفسه، يعني انت شوف هو شو رغبته، هو عنده قدره لحتى يقدم مره ثانيه يدرس مره ثانيه، ولا خلص انه طلع له هذا الفرع اقتنع فيه. في كثير يعني ناس درست شغله مو من رغبتها، كانت حاطه ببالها شيء معين وقالت منيح اللي ما طلع لي الفرع اللي انا بدي اياه وطلع لي الفرع هذا، لانه حقق له نجاحات وحقق له افاق ما كان بتوقعه. وفي ناس كثير استاذه هنا درست الفرع اللي بتحبه وظلت بالميول اللي هي تأسست عليه من صغرها، يعني تبعت رغبة الأهل ولكن ظلت عم تشتغل ضمن ميولها. وكتير يعني نماذج استضفناها بصباحنا غير كانوا أطباء ولكن هنن كوتش رياضة، كانوا تماماً. مهندسين ولكن هنن رسامين بيحبوا هاي الهواية. عم شوف ظاهرة كتير وخاصة عند هذا الجيل إنه هو إنه بروح بسجل جامعة، إذا طلع له جامعة بروح بسجل افتراضية أو موازي أو خاصة مع الفرع اللي عم يدرسه يعني. طيب هون قديه بتعمل حالة تشتت للطالب، وهون شو دور الأهل إنه لا إنه ما بصير يعني خلص فرعك وانتقل أوكي روح سجل، هيك هيك أنت بدك تسجل يعني، ولكن عم نشوفها يعني بالواقع هي القصة. تمام. هلا في طلاب عندها القدره انه توفق بين المعهد والجامعه او الافتراضي بين جامعه وجامعه بين جامعه وجامعه، جامعه افتراضيه وجامعه عامه، في عندها القدره. اذا في عنده القدره ما في مشكله، بس اهم شيء يكون الاختصاص اللي سجله قريب من اختصاصه تبع الجامعه، ما يكون اختصاص بالشرق واختصاص بالغرب، يعني يكونوا قريبين لبعض وبيفيدوا بعض. يعني اذا صاروا اجتمعوا الاختصاصين سوا فهو بيطلع انسان مميز وفي عنده مجالات عمل اكثر، بس ما يكون اختصاص بالشرق واختصاص بالغرب، هون يدرس طب وهون يدرس هندسه مثلا او شيء بعيد عن اختصاصه. ومثل ما حكيت هو اذا حب المجال اللي بده يختص فيه فاكيد رح يطلع من المبدعين.
قديش اليوم في فرق بين الطالب لما بده يعرف معايير كل اختصاص، شو هي الأساسيات اللي بكل فرع، يعرف كل شيء عن هذا الفرع، قديش في فرق بين ما يسأل أهل الاختصاص أو اللي عندهم تجارب بين ما يسأل الأشخاص اللي حواليه ممكن أنه يكونوا عم بيشتتوا أنه لا روح على هذا الفرع، ممكن هو يكون متقلب الآراء. خلينا نحكي عن هذا الموضوع من الناحية الإيجابية والسلبية. تمام، دائما الإنسان لازم يسأل أهل الاختصاص، مثل مشان هيك حكيت إنه الندوات بهذا المجال كتير مهمة، يطلعوا طلاب من نفس الجامعات أو ناس متخرجين من فروع معينة يحكوا عن اختصاصات. عم بشوف شاب على الفيسبوك عم يحكي عن كل اختصاص شو مجالاته وشو مجالات العمل فيه، كتير حلو انه الواحد يفوت ويطلع قبل ما يسجل باختصاص معين لحتى يكون هو بدراية بكل المعلومات والاختصاصات وشو انا بدي اطلع بالمستقبل. قد ايه اليوم مهم دور الكادر التدريسي خلال خلينا نقول الثانوية، يعني خلال مرحلة الدراسة بالثانوية؟ اليوم عم يشوفوا الطلاب اكثر ما تشوفهم اهاليهم، فهنن عندهم على خلينا نقول احتكاك مباشر مع هذا الطالب، قدرانين يحددوا هنن اصلا شو ميوله. قد ايه مهم التوعيه لهذا الطالب بميوله باختياره للفرع الجامعه، بانه اذا ما طلع لك هذا الفرع انت مبدع بفرع اخر يعني؟ تمام، هلا الاستاذ او الانسه اللي عم يشتغلوا على هذا الجانب بكون عن جد مقدسين بالنسبه للمجال التعليمي، لانه هن ما عم يؤدوا دور كتدريس، خلص اعطينا الدرس ومشينا، فهن قلبا على الطالب عم يحاولوا يوجهوه، عم يحاولوا يمشوه على الطريق الصحيح، فهو هذا المفروض يكون موجود عنا بمدارسنا، انه يكون في توجيه، لانه الطالب ببين شو الميول اللي عنده، شو بشو هو شاطر، بالرياضيات، بالفيزياء، بالكيمياء، بالعلوم، بالمواد الأدبية، فهو الأستاذ بيعرفه أكثر من أهله مثل ما حكيت. يعني بيقدر يعطي تمام إيه حسب الخبرة بيعرفه، فممكن يوجهه ويحكي له شو المجالات. هلا في كتير أساتذة مشكورين بيركزوا على هذا الجانب، بيحاولوا ينصحوا الطلاب إنه هذا المجال فيك تفوتوا فيه، هذا المجال هاي سلبياته هاي إيجابياته، لحتى الطالب يكون مهيئ ومؤسس لحتى يقدر يفوت الاختصاص المناسب. أكيد اليوم معلومات جدا مهمة، نحن بدنا نتمنى التوفيق لكل طلابنا بالمعدلات، يعني إن شاء الله هيك ما حدا الله لا يحرم حدا فرحة أو حلم بحياته، ولكن دائما نحن بنقول وقت اللي بتكون الفرصة بدها تضيع مننا بمجال ما نبحث عن طريق آخر يعني. واليوم سوق العمل مفتوح جدا، يعني حتى المعاهد مطلوبة، واليوم الوضع المادي بيستحق يعني ندخل معاهد تطبيقية، هلأ صار بتجنن. بدي أتشكر وجودك لليوم ونتمنى التوفيق لطلابنا. أكيد أكيدنا نشكرك ونتمنى التوفيق لكل الطلاب ويكونوا موفقين باختياراتهم المستقبلية. أكيد إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية.